حتى تقدر تدخل في خدمة ناجحة وتخرج من هذه الخدمة بنجاح. فاليوم درسنا تعليمي، لو أنت قائد في كنيسة أو قائد تسبيح أو قائد لخدمة أو محرر أو بخدمة الشفاء، أو عندك ناس بتشتغل في مع ناس عندهم أمراض نفسية أو بتشتغل في مستوى معين، اليوم الدرس راح يكون لك. فركز معي على مهلك، لأنه يمكن يكون هذا الدرس واحد من الدروس اللي راح تخليك تكون عندك نقلة نوعية في المعرفة باسم الرب يسوع. هللويا، آمين. من هون راح نبتدي درسنا كالعادة مثل ما تعودنا دائما. برحب من جديد باسم يسوع مع كل الأخوة الأحبة. خدمة تعليمنا اليوم أنا خليت مجموعة أسئلة هامة جدا. لماذا لا تغادر الشياطين بشكل كامل في بعض جلسات التحرير؟ يعني قبل دقائق وصلتني مكالمة من أخ قال لي إحنا مجموعة من المحررين 9 وطردنا الشياطين، لكنه فوجئنا بالشياطين أنه رجعت. فرح أرد على الأخ، مش عارف هو موجود معنا ولا لا، ولكن أنا رتبت الدرس بدون ما أعرف السؤال من عنده. فهذا السؤال الأول. 2، كيف نفرق بين الإظهارات يعني العلامات الخارجية التي تأتي نتيجة الأمراض العقلية، والإظهارات التي من الشياطين؟ طبعا هي متقاربة جدا، لكن درسنا اليوم أعلمك كيف تفرق. يعني بعض الأوقات تكون ممكن تكون أمراض عقلية لكن أنت تحسبها شغلات شيطانية، وممكن بعض الأوقات يكون الشيطان متداخل في الأمراض العقلية فيظهر على الإنسان تصرفات معينة أنت تهتم بطرد الشيطان، لكن الشخص يعاني من مرض عقلي. فالشيطان يعني راح تشوف بعد دقائق. أيضا راح نتكلم عن حالة المحرر الروحية أو السلوك الروحي للمحرر، خط سير المحرر أو الخادم مع الرب، طريقة حياتك، شو اللي بتعمله قبل ما تدخل لاجتماع تحرير أو لاجتماع صلاة أو تدخل لكنيسة، كيف بتسلك؟ هل في سلوك معين لازم يتغير في حياتك؟ رح ناخذ حياة الخادم أيضا المحرر. وأنا قلت بشكل عام نحتاج كخدام، حتى لو ما كنا في كنائس لكن كطبيعة خدمة، نحتاج نعيش بخط معين، لأنه الكلمات في الإنجيل واضحة جدا 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 كيف نقدر ندخل إلى مستوى عالي في العلاقة والسير مع الرب، بحيث أن الرب أول ما يشوفك أنت بتدخل في خدمة التحرير يؤيدك بالآيات التابعة، وهذا جدا مهم للكل. طبعا الأسئلة التي يجب أن نسألها قبل البدء بجلسة التحرير، يعني هل أنا صح أني أجي أدخل وأصلي بشكل مباشر مع الناس، ولا لازم في حبة أسئلة لازم أسألها حتى لا يضيع وقتي ووقت الآخرين، ولا أسمح للعدو يخدعني، وما أسمح بتضييع يعني خدمة كاملة مثل ما حصل من مدة. دخل أحد الأخوة وحاول يضيع خدمة كاملة بسبب أشياء اكتشفناها بعدين. فطيبة القلب والتسرع والاستعجال في عملية التحرير أيضا، أو في عملية الصلاة مع المرضى، أو في عملية الشفاء للنفس والجسد، تحتاج بعض الأوقات نفهم بعض الأشياء راح أذكرها اليوم من خلال هذا التعليم باسم الرب يسوع. فجهز نفسك هذا اليوم أنه تستقبل هذه الدروس، وشير هذه الدروس أيضا لأنها مجانية، ما عم تأخذ منكم أي شيء أي مصاريف. فشيرة راح تنزل كلها على اليوتيوب بنعمة المسيح، وكنا راح نشترك فيها بطريقة أو بأخرى، تكون مشاركتك للخدمة من خلال نشر الخدمة. طيب، سؤال الأول اللي أنا وضعته، لماذا لا تغادر الشياطين بشكل كامل في بعض جلسات التحرير؟ هذا السؤال هام جدا، وفي مجموعة إجابات راح أركز عليها، تقريبا في 8 إجابات لهذا السؤال. الإجابة رقم 1، وهذه من الإجابات المهمة ورح أشرحها بالتفصيل، لأن المحرر، الشخص اللي جاي يحرر، لم يتعامل بالسابق مع الأرواح الشريرة ويعرف كيف يطردها. يمكن رح تتفاجأ تقول لي طب يعني هو مش محتاج يتعلم، مش محتاج مجرد أنه يرفض اسم يسوع لا، رح نشوف هذا اليوم شرح تفصيلي كيف تتعلم أنك تدخل في حرب روحية، ومن خلال هذه الحرب الروحية كيف توصل إلى نتائج، كيف توصل إلى نتائج. ومثل ما حكيت، أرواح لا تغادر أو أرواح ترجع
أو أرواح تبقى موجودة مختبئة، كيف نتعامل مع هذا النوع من الأرواح كمحررين؟ هذا واحد، كيف نتعامل مع أرواح المرض؟ هذا اثنين، كيف نتعامل مع أرواح الجنون، أرواح الانفصام الشخصية، أرواح الكآبة، الأرواح اللي ماسكة بالناس من جهة الحزن، الخوف، كل شيء يخص العقل البشري، كل باب مفتوح في عقل الإنسان ممكن يكون وراء أرواح شريرة. اليوم رح ندخل أو ندرس عنه، وأول سؤال بدي أرد عليه هذا اليوم: لماذا لا تغادر الشياطين بشكل كامل في بعض جلسات التحرير؟ السبب الأول، لأن المحرر، الشخص اللي قادم يحرر، عنده مبدأ واحد، مخه براسه إشي واحد بس، أنا جاي أحرر من شياطين، فخبرته فقط في التحرير، خبرته محصورة فقط كيف أنتهر الشياطين باسم يسوع. وهذا من الأشياء الأولى، المحرر عنده جهل أو لا يتعامل بالسابق أو لم يتعامل بالسابق مع الأرواح الشريرة، يعرف كيف يطردها. وبدي أوضح هذا الكلام، في بعض حالات التحرير تظهر علامات وجود أرواح شريرة في الإنسان. يعني جيت تتعامل مع إنسان شكيت عنده أرواح شريرة، كيف شكيت؟ مثلا لقيت عنده اهتزازات، جسمه عم يهتز، فأول خطوة فكرت فيها هذا الاهتزاز أرواح شريرة، أقول لك ستوب، أنت معرفتك بأرواح شريرة ضعيفة. ليه؟ لأن في شيء رح أحكيه بعد دقائق أيضا يعمل اهتزازات. أو لقيته أثناء الخدمة تقيأ، مثلا سعال، بدأ يكح، سقط على الأرض، هذه علامات مشتركة. بعض الأوقات لا، هذه علامات مشابهة للأرواح الشريرة. لهذا السبب أنا قلت الخبرة للمحرر تدخل في نطاق هذا الموضوع، والتعليم في الخدمة يفيد جدا في أنك تميز بين كون هذه العلامات بسبب أرواح شريرة أو لأسباب أخرى. المحرر لمجرد رؤيته هذه العلامات يعتقد أنها أرواح شريرة، فيبدأ بانتهار الأرواح الشريرة، باسم يسوع أخرج، باسم يسوع أخرج، ما بيحصل ولا أي شيء، لا يتأثر، وإن حصل تأثير رح تلاقيه مؤقت. وتشوف بعد دقائق، الشخص قال لك أنا لساتني مش محرر، لساتني عم إشي يحصل في داخلي، لسه في إشي عم. طبعا أنت لما تشوف هذا الكلام تشعر جواتك أنه ليه ما عم يتأثر هذا الإنسان لما أنا بذكر اسم يسوع؟ المفروض أنا لما بذكر اسم يسوع لابد من حصول شيء معين، ليه ما عم يتأثر؟ ليه تأثير بسيط؟ ليه تأثير مؤقت؟ ليه تأثير أشعر أنه الأرواح خرجت لكن ثاني يوم أو نفس اليوم يتصل فيها واللي ما زال في حركة، ما زال في إشي مخي، ما زال في صوت، ما زال في ثقل؟ ليه؟ لأنه المخ اللي أنا جاي بيه، العقل اللي أنا جاي بيه، الدخلة اللي أنا داخل فيها هي أرواح شريرة وبتعامل مع أرواح شريرة، أصاب بالإحباط وأعتقد أنه في شيء غلط، في يا أما في انتهاري في غلط، يا أما الشخص مخبي شيء عني فأتوقع. خلوني أوضح أكثر، أنا قلت بدي أشرح اليوم وأشرب الأكل، أشربكم الدرس من معلقة. في بعض الحالات أنت لا تتعامل رغم العلامات اللي شفناها، لا تتعامل مع الأرواح الشريرة بل مع الأمراض العقلية، لذلك لا يحصل استجابة للعقل عند ذكر اسم يسوع. الشياطين هي اللي تخاف من اسم يسوع، لكن لما يكون في مرض عقلي، لما يكون في مشكلة بالفكر، مشكلة بالعقل، شيزوفرينيا، انفصام بالشخصية، انتبه، أنا مش بقول إنه هذا الإنسان ما في شياطين، لا، أنا بقول إنه هذا الشيطان إنسان 100% في شياطين احتمال، أو 90% أو يمكن ما في حتى. لكن خليني أوضح كل كلمة بحكيها اليوم حتى تفهمني. لما يحصل هذه الإظهارات لا تستعجل وتجي تنطق باسم يسوع باسم يسوع باسم يسوع وما حصل إشي، وانت تظل تستمر وتأخذ لك 5 ساعات انت بتصلي باسم يسوع والنتيجة ما حصل ولا شيء. مجرد ما نطقت باسم يسوع مرة مرتين ثلاثة ماشي في التغيير، وقف، غير اتجاهك إلى الاتجاه الآخر. العقل لا يتأثر، ما عم تنتهر شيطان، الشيطان يتأثر باسم يسوع. لذلك بداية يجب أن تحدد من خلال
مجموعة من الأسئلة تقدمها للشخص عن قدراته العقلية وما تعرض له من أمور تركت تدمير في عقلية هذا الإنسان قبل أن تغوص أكثر، قبل أن تدخل في عمق أكثر وتوصل إلى مجال إخراج الشياطين. لازم تسأله، قل له هل حصل على حياتك أي مرض عقلي؟ هل أخذوك مرة دكتور للصحة العقلية؟ هل دخلت في مجالات أصيبت في جروح قديمة داخلك ترك إهمال وعود مكسورة وأنت مش قادر تسامح مش قادر تغفر؟ هل في إشي من الماضي لاصق فيك من شخصية أحد الأشخاص اللي موجودين معك؟ هل أنت عايش في داخلك مثلا واحد من صوت من الأقارب، جدك جدك أبوك اعتدى عليك في أمر معين؟ لابد أنك تعرف شوي عن ماضي هذا الإنسان قبل أن تدخل في مجالات إخراج الشياطين. اسأل عن المرض، اسأل، ما في عيب، لازم تعرف، لأنك لو أنت ما عرفت هو راح يتعب وأنت راح تتعب والناس اللي معك راح يتعبوا والنتيجة ما في أي تحرير. المرض العقلي يتشابه بصفاته بطبيعته بظواهره بالأشياء اللي تحصل فيه مع الأرواح الشريرة. هذه الاحتمالات الثلاثة تقف عائق بوجه المحرر تخفي خلف أرواح شريرة، ولكن هي بحد ذاتها ليست أرواح شريرة. لذلك يجب أن تنتبه، لو كان كل الذين تمتلكوا من معلومات في عقلك أن هذه شياطين سوف تفسر أي سلوك للشخص تفسير خاطئ. أنا شفت كثير بخدمات ناس تسقط، ناس ترتج، ناس يحصل عندها أشياء، وشوفوا الخدام كيف يتصرفوا مجرد ما حصل هذه الإظهارات، جو ركض الخدام باسم يسوع باسم يسوع يضربوا اخرج مش عارف، ولا يحصل شيء ولساته في وعيه. انتبه، لساته ممكن يكون في وعيه. لذلك هذا قصر من جهة التعليم في موضوع شفاء النفس، في موضوع شفاء المشاعر، في موضوع الشفاء الداخلي. العقل كله مربوط بموجود شياطين، راح تقضي أوقات أنت تتعامل مع العقل وليس مع الأرواح، وأنت تطرد الأرواح بالغلط. أنت مش عارف حتى نوع الأرواح، أنت بس كتلفظ اسم يسوع أخرج، العدو راح يبقى مش راح يتحرك. سوف تتعامل مع كل إظهار جسدي على أنه شياطين، وهذا ليس صحيح. لا تخمن من مجرد رؤية أعراض جسدية إنها شياطين، يجب أن تعرف أمور أخرى. لذلك قلت ليس لديك خبرة في التحرير، اسأل. إحنا هيك عندنا بالتحرير، عندنا استبيان، عندنا مجموعة أسئلة، الميرد على هذا الاستبيان أنا ما بصلي معاه لما ضيع وقته وضيع وقتي. لابد أنك أنت تعرف بعض المعلومات الهامة اللي تحتاجها حتى تعرف كيف تعمل. شيء آخر لاحظت حتى عند بعض الأوقات في الزوم، أشخاص وقت التحرير يكرر كلمة أخرج 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 أخرج، يلفظها بسرعة. هي موضوع مش بكثر كلمات الأخرج راح تخرج الشياطين. ليه بقول يحتاج معرفة، يحتاج تعليم. الشياطين تهاب، ترتعب، ترتجف. إمتى؟ من اسم يسوع، من اسم يسوع. يكفي انك مره او مرتين وبهدوء وبسلطان تتكلم، ولما تشوف بهدوء والسلطان اللي انت بتتكلم فيه لكن لم يحصل تاثير، يجب ان لا ننفعل بطريقه غريبه. لا تنفعل، لو انت بتشوف هي مش عركه، انت مو داخل تتعارك بايدك، انت داخل بسلطان الانتصار، انت داخل زي ما صلت الاخت من دقائق، وانت عندك ثقه انه الرب رابط افواه الاسود، انت داخل عندك مسيرة حياة بخبرة على كيفك على مهلك. لا تستعجل، لازم تتأكد من مواضيع العقل، الأمراض النفسية، وخصوصا تبع على هاي الكلمة، خصوصا الشيزوفرينيا أو انفصام الشخصية. الشخصيتين، يطلع قدامك شخص عنده شخصيتين. لو أنت ما قدرت تعرف معلومات من الشخص نفسه، يجب أن نسأل أشخاص قريبين من هذا الشخص، زوج، زوجة، أولاد، مين يكون قريب يعطيك معلومات صحيحة. لازم تسأل عن هذه الإظهارات، هل هي موجودة من زمان
ولا جديدة؟ هل هي حصلت الآن في الكنيسة ولا موجودة في البيت؟ هل الانفعالات هل هي تحدث أول مرة أو هي قديمة ومتكررة؟ حتى نعرف أن نحدد هل هذا مرض عقلي أو بسبب أرواح شريرة. تعرفوا لما يكون في أورام بالرأس، أنا هذا الشيء طب سأل فيه دكاترة، ورم، نوبات الصرع، حتى الإنارة، الأضوية القوية تدخل المكان في ضوء قوي، أنت عندك مشكلة بالعين ممكن يحصل عندك دوخة وممكن تقع، في مليون سبب يخليك تقع، في مليون سبب يخليك تتقيأ، في مليون سبب يخليك ترتج. فلا تأخذ كل شيء، لا تستعجل تحكم على كل ما يصادفك أنه أرواح شريرة. يجب أن تتأكد أولا من الموضوع وبعدها تبدأ عملية الشفاء والتحرير. لا أقول أنه لا يوجد أرواح في حالة الصرع أو الأمراض العقلية، ولكن بداية التحرير لا تكون معهم. لازم تعرف كيف تدخل وكيف تتصرف بالبداية. الكتاب المقدس ما تركنا عميان في هذا الموضوع، أعطانا أكثر من شاهد، كنا عارفين هذا الشاهد في مرقس 9، وعارفين الشاهد أيضا تبع لاجئون، الاثنين كان عندهم مشكلة في الأمراض العقلية. لاحظ في شاهد تحرير صبي يعاني من الصرع، كان هذا الصبي يعاني من الصرع والأمراض العقلية، وكان على حياته شياطين مع بعض كانوا. الحصل أو المبادرة اللي بادر فيها الرب ما راح جري على هذا الطفل أو هذا الصبي وراح خلى إيده عليه وقال له الشيطان أخرج، لا، اقرأ الشاهد بتمعن. لم يستعجل الرب يسوع في تحريره، بل سأل والده، أخذ قصة حياته، سأله عن الماضي، سأله أنت كيف عم يحصل معاه هيك، الفترة الزمنية للمرض، شو قصته، شو تاريخ المرض. هذا أنت لازم تسأله، هل روح الدكتور، هل عملت شيء. يسوع حاور الأب، لم يستعجل بطرد الشياطين. مرقس 9، فأجاب واحد من الجمع، يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيثبت ويصر بأسنانه ويبس، علامات شياطين، علامات تشوفها روح، يقول لك روح أخرس. فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا. انتبهوا على هذه الكلمة، تلاميذ يسوع اللي كانوا طالعين 70 تلميذ إلى كل المدن، كان ورجعوا بفرح، قالوا الشياطين تخضع لنا وتطيعنا، وقال الرب لا تفرحوا بهذا الموضوع، افرحوا أنه أسماءكم كتبت. في هذا المقطع التلاميذ فشلوا بتحرير صبي، التلاميذ فشلوا فلم يقدروا أن يخرجوه. فقال لهم أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم، إلى متى أحتملكم، قدموه إلي. فقدموه إليه، فلما رآه للوقت صرعه الروح، فوقع على الأرض يتمرغ ويزبد. طب شو الحل؟ الرب التفت على الأب فسأل أباه، كم من الزمان منذ أصابه هذا، احكي لي تاريخه. يعني يا رب يسوع أنت مش عارف تاريخ هذا الصبي؟ ليه بتسأل هيك سؤال؟ ليه بدك تعرف الهيستوري، التاريخ، قصته؟ ليه؟ لأنه بده يعرف. غريب يعني، بعض الأوقات لما تشوف هيك سؤال سأله المسيح بتقول آه، يعني معقول الرب يسأل هيك سؤال؟ يعني كان مفروض يخلي إيده وحاله حال الباقين، ما كان ضروري يسأل هذا هيك سؤال. وللأب، ومش بس سأله سؤال، حاور الأب كذلك في موضوع إيمانه، حاور الأب. فسأل أباه، كم من الزمان منذ أصابه هذا؟ فقال منذ صباه، من هو صغير، من هو عمره 12 سنة 11 سنة دخل في هذا الموضوع وعطاه الهستري، وكثير ما ألقاه في النار، أعطاه قصة عفوا، وفي الماء ليهلكوا، لكن إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا. فقال له يسوع، إن كنت تستطيع أن تؤمن فكل شيء. يا رب هذا عم يوقع كل شوي بالنار وبالمي، عم يوقع، مش مفروض أنك تجري عليه؟ مش المفروض أخرج أخرج أخرج؟ لا، مش المفروض. ليه مش المفروض؟ قال لأنه في حالات نفسية بدي أعرف. فكل شيء مستطاع للمؤمن. عالج الموضوع من الأب، ما عالج الموضوع من الصبي، ما عالج الموضوع من الولد اللي عم يتمرغ بيسبد،
نو no. هو راح للأب، دخل عن أب بسؤال، أعطيني قصة حياته وأنت عليك أن تؤمن حتى ابنك يتحرر، فكل شيء مستطاع للمؤمن. كثير من المؤمنين عندما يصلون لأجل الشفاء، هاي نقطة أيضا هامة إذا أقف عندها شوي حتى لا نفهمها غلط. موضوع الصبي حكينا عنه من دقائق، رب تعامل معاه من خلال اللي فهمناه من الشاهد الكتابي، تأنه أخذ وقت، سأل، حرك الإيمان حتى تكون النتيجة. اللي أنا شايفه وسط المؤمنين اللي هقوله الآن، كثير من المؤمنين عندما يصلون لأجل الشفاء يقولون للشخص توقف عن أخذ الدواء لأنك شفيت، توقف عن أخذ الدواء. ليه أتوقف عن أخذ الدواء؟ لأنك شفيت ولا حاجة لك بعد بتعاطي الأدوية. أقول لك شيء، هذه الكلمة صح وغلط. صح إمتى؟ لو أنا عندي إعلان واضح من الرب أنه شفي، أما لأني أنا سمعت واحد محرر رح قال لشخص وقف الأدوية لأنك صليت عليك وأنت شفيت، رح تسوء حالته أكثر. إذا ما عندك كلمة من الرب أنه هذا الإنسان شفي، لا تقول له وقف الأدوية. كثير من الناس تصدق، تثق بكلامك، وتلاحظ بعد شوي الحالة الصحية ساءت جدا. إذا كنت تريد أن تساعد شخص مريض وتحرره، اسأله متى آخر جرعة دواء أنت أخذت. هذه أسئلة هامة، لازم لما أنت تدخل في خدمة التحرير وبدك تساعد حدا عنده مشكلة نفسية لازم تسأله أنت آخر مرة أخذت. كثير من الأوقات يحصل عندي هذا الموضوع، يجيني وهو ما أخذ جرعات دواء، يا أما مسكنة يا أما شو، ما هو تأثير الدواء عليك؟ مبارح كنا، أفتكر مبارح أو أول مبارح كنا في خدمة تحرير، والرب أعطاني قبل الخدمة أنه الدواء اللي عم تاخده، هذه الأخت اللي عامل لها كآبة وحزن واللي عامل لها مشاكل وحابسة نفسها وبدها تموت وتنتحر، قال لي في واحد من الأدوية اللي عم تاخدها بسبب حالتها النفسية في سايد افكت، في ضرر جانبي هو يخليها تفكر بالانتحار والموت. أنت تقولها لا، لازم تفهم. ليه أنا بتكلم عن تعليم اليوم؟ لازم تسأل في تأثير للدواء اللي أنت عم تاخذه، في تأثير عليك؟ بعدين يمكن أن تحدد الوقت المناسب للصلاة، مش شرط أنك نفس اللحظة تبتدي تصلي وتتعامل، لابد من وقفة، لابد من إشي تعمله مع هذا الموضوع من خلال أسئلتك. من فترة قصيرة صليت مع شخص قال لي أنا جربت صلاة المؤمنين. هذا شخص إجاني قال لي أنا ما في مؤمن، ما في شخص من المؤمنين ما رحت عنده وصلى لي. طب طيب، قال لي أنا جربت صلاة المؤمنين وأنا مريض وأعرف بأنك راح تقل لي حالك حال الباقين، توقف عن أخذ الدواء. لذلك قبل الدخول للصلاة معك شو عملت؟ شو رأيكم؟ أخذت جرعة كبيرة من الدواء حتى أنت وقفت بعده بسبب طلبك كما يفعل الآخرون معي، أكون قد حصنت نفسي. أنت الجرعة قبل بيدخل الاجتماع الصلاة. ليه؟ لأنه شاف من المؤمنين واحد بيقول له وقف الدواء أنت شوفيه، والتاني بيقول له ما يحتاج تروح للدكتور، والتالت بيقول له ستوب، والتالت بيقول له كل الأمراض من الشياطين، والرابع هل راح أشوفك بالكتاب المقدس كل الكلام اللي أنا عم بحكيه. واحد آخر نفس الشيء، مش بس عن تحرير، آخر يقول لي قبل الصلاة أخذت آخر سيجارة، آخر سيجارة شربتها، سيجارة شربتها لأني أعرف أنه غلط، وأعرف أنه رح تقول لي أترك السجاير، وأنا يعني آخر نفس. خدعة، عم يخدعك العدو. وأنت تجي مع شخص عم بيدخن، عم بياخد أدوية وبدك تحرره، وأنت مش عارف أصلاً من الأساس أنه هذا الشخص مدمن أدوية، مدمن سجائر، أو حتى مدمن مخدرات. نفس الشيء مع تعاطي المخدرات، صليت مع شخص كان عنده بيتعاطى مخدرات وبشكل قوي، جاء طالب التحرير قال لي أنا يعني وعدتك اليوم أخذت آخر جرعة وجيت للصلاة،
شو فاهم انت بموضوع صلاة؟ طب لو انت جيت تحرر شخص شارب اخر جرعة مخدرات، كيف تتعامل؟ كيف تتعامل؟ شو تقول له؟ تقول له المخدرات انتهرك باسم يسوع؟ هو خلصان قدامك من المخدرات. ممكن يشتم، ممكن يضرب، ممكن يكسر الكراسي، ممكن يقلب المكان حتى على راسك. اذا لازم تفهم، لازم تسأل. واحد يقول لك انا اخذت مخدرات، ما تروح تصلي معاه. واحد يقول لك اخذت اخر جرعة دواء، ما تروح تصلي معاه. انتظر، انتظر شوي، خلي قدامك موضوع. هذا اللي اخذ سيجارة، تتوقع بعد ما يخلص؟ امبارح كنا بنصلي انا واخت كوثر مع شخص، مع عائلة، فخلصنا صلاة، رجع كلمنا الأخ، قال أنا برجع بتخيل. هو كلمنا نسي نفسه، نسي نفسه، مولع سيجارة بإيده وعم يدخن. شو رأيك؟ نسي نفسه أنه عم بيدخن، نسي نفسه أنه فاتح كاميرا معنا. فلازم أنتبه من هذه الأمور، لأن هذه الأمور حساسة جدا في موضوع التحرير، لأنه ممكن توقف التحرير لأنك أنت خبرتك محدودة في هذا المجال، ما دخلت في المجالات النفسية، المجالات اللي العادات والسلوكيات الأشخاص. فأنت دايركت مخك كله محصور أنه هذا في شياطين، يبقى أنا لازم أنتهر الشياطين، وتدخل أوتو وتصلي بالأوضة تنتهر شياطين، وتروح على الحمام تنتهر شياطين، وتروح على ملابس تنتهر شياطين. والموضوع هو مرض نفسي يحتاج علاج أولا، يحتاج شفاء للنفس، يحتاج حرية من المشاعر، يحتاج هذا الموضوع يختلف. الخطوة الثانية اللي هي إخراج شياطين، مش الخطوة الأولى. إذا لما الشياطين ترجع، لما الشياطين تبقى، لما الشياطين تكون موجودة، افهم، وقف تحرير، الجأ للخط الآخر، وابتدي ادخل في مجالات شفاء النفس. هذا اللي قلت لكم عنه، عنده مخدرات. هذا الشخص قد ما صار خوف بالمكان ربط، حتى الربط ما نفع معه. فاكرين لجؤون؟ لجؤون، حتى اللجؤون الربط لما كانوا يربطوا كان يكسر الربط. 8 ساعات صلاة معه ولا قدرنا نعمل شيء، مليان سموم، جسمه مليان سموم، في شياطين، نعم مليان شياطين، لكن متخبية وراء المخدرات، متخبية وراء السيجارة، متخبية وراء العادة السرية، متخبية وراء الشهوة، متخبية وراء الحزن، متخبية وراء الكآبة، متخبية وراء انفصام الشخصية، متخبية وراء الشعور بالوحدة أو التوحد. بس تعرف المقابل لك يعاني من مرض نفسي، تعرف أنه في شياطين، بالمقابل أعرف أنه أنت تحتاج أولاً تتعامل مع المرض النفسي. ما في غلط إن كان طبيب مؤمن، طبيب مؤمن تدخل بالموضوع وساعدك في علاج هذا الإنسان من أنه يتخلص من السموم. عارفين هون في أمريكا، لما نكون حاضرين مع جروب للصلاة على شخص مدمن، يعطون وقت ساعة، ساعتين صلي معه، بدك 3، صلي 3 ساعات معه، أوكي ما عندي مشكلة. طيب بعدين لو ما وصلت النتيجة معه، تعرف شو يعملوا هون؟ يكلموا البوليس، يكلموا البوليس يجي ياخده يوديه المصحة يتعالج، وبعدين يرجع يحرره مرة أخرى. هاي الكنيسة بتعمل هيك هون. فلازم تتوقف شوي حتى تفهم، حتى تفهم بعدين ممكن تتعامل مع هذا الشخص وتحرره. لازم تفكر انه هذا روح معاند، هذا روح قوي، ولازم أربط القوي، وما صنت كفاية وما صليت كفاية. لا، انت بتتعامل مع التوجه الغلط. انت بتضرب بالخلف والعدو امامك، الجول مش موجود، ولا ما عم بتصوب الهدف. هذه فقرة مهمة رح اختمها واقول للمحررين انك لا تتعامل مع الشياطين في هذه الحالة، بل مع العقل والنفس والمشاعر، وهذا كلها لا تستجيب لاسم يسوع. لا، ما تستجيب. إمتى تحصل استجابة باسم يسوع؟ لما أنت يحصل شفاء، وبعدها الحصون اللي متحصن فيها المخابئ، القلاع، هادمين كل حصون، هادمين كل ظنون، وكل علو يرتفع ضد معرفة المسيح، مستأسرين كل فكر. كل هذا معناه أنه في أشياء لازم خطوة ثانية تحصل، تهدم، طلع العدو،
كسر طلع العدو، المتخبئين. متى أقوم بطرد الشياطين؟ يجب أولا، اسمعوني، واحد مجروح لازم نضم جراحاته، يشفي منكسري القلوب ويجبر كسرهم قبل ما يحررهم، يشفي الكسر، يجبر الكسر، يضمد الجروح، يتعامل مع ذكريات القديمة. اسأله، قل له شو عندك ذكريات قديمة مؤلمة؟ شو اللي اشتهزيت فيه؟ هل حدا اعتدى عليك بالطفولة؟ هل صار في حياتك موضوع معين؟ صار عندي ظلمت أبوي، أمي، عاملوني بطريقة مش حلوة، صار اغتصاب، صار اعتداء، صار ترك جواتي أثر. بس يقول لك ترك جواتي أثر نفسي، وعلى هذا الأثر النفسي ناس صلت لي وما في فائدة، ورحت للدير وما في فائدة. افهم مباشرة أنه الموضوع عقل، عقل، الموضوع فيه مشكلة، ممكن يكون في وعود مكسورة وحدا شايل جواته عدم غفران. امبارح صلينا معها الأخت، كان عندها عدم غفران على زوجها وعلى أهله، وعدوها بإشي ولما تزوجت راحوا حبسوها في مكان حتى لا تطلع من البيت، هي معلمة ومثقفة. انتبه على كلامي، لابد أول خطوة، لا تظل تفكر فقط كمحرر. أنا محرر، فلان الفلاني مش مسيحي، مش مخلص، مش إنجيلي، مليان شياطين. يا عمي انتظر، انتظر على مهلك. عدم الغفران، تعامل مع الألم، تعامل مع كل مشاعر ظلم، كل مشاعر ظلم، تبع على كلامي، كل مشاعر ظلم، كل مشاعر خوف، كل خذلان، كل خذلان. شجع، قوي، خلي مقابلك يحس انه المسيح جنبه، خلي يشوف يسوع فيك اول قبل ما الشياطين تشوف يسوع فيك. خلي الانسان اللي انت عم تتعامل معه، خلي الاول يحس انه في امان، انه في امان، حتى يلجأ لك، حتى يفتح لك قلبه، حتى يقول لك، حتى يقول لك انا مالي. بس يفتح قلبه، بس يكلمك، هذا نص التحرير، هذا نص التحرير. طلع خلص من جواته الاشي اللي بيأذيه، الاشي اللي ما حدا يعرف فيه، الاشي اللي بيتعمل بالسر. طيب هلا ما دام احنا بعدنا بالفقره الاولى، خلونا نكمل فيها. احنا قلنا في تشابه قوي ما بين العلامات اللي تتركها الارواح الشريره، مثل ما قلنا بعض الاهتزازات، تقيؤ، رجفان، اختفاء للرؤية، سقوط، وما بين العلامات أي اللي تتركها الأرواح، تتركها الأمراض العقلية. فهون أنا جبت لك مجموعة أشياء راح أخليها قدامك، لو وجدت مع الشخص أو عندك أو مع الآخرين، لا تظل تفكر أنا عندي شياطين، أنا عندي شياطين. يعني كل ما تقول أنا عندي شياطين، الشياطين تجي عليك. فسيب موضوع عندك شياطين، شوف لي هذه العلامات وقارن هذه العلامات بحياتك الشخصية، وقارنها وأنت في الخدمة، وقارنها وأنت في الكنيسة، وقارنها في وقت التسبيح، وقارنها مع الآخرين. أول علامة، شياطين لا يمكن النظر في عينك وقت التحرير. فأنت لما تيجي تحرر إنسان، لا تحرر إنسان وتصلي له وأنت مغمض عينك. خلونا نصلي، الكل غمضت عينه ونزلت رأسه. خشوع، شو أي خشوع؟ لابد منك تصلي مع شخص عنده أرواح شريرة، أو أنت شكيت عنده أرواح شريرة، قل له افتح عينك وانظر لي. لو قدر ينظر لك، أعرف وانت بتصلي وبتنتهر أو بتستخدم سلطانك وظل ينظر لك وما نزل عينه، أعرف أنه هذا مش روح شرير، هذا مرض نفسي يحتاج أنه يتحرر. ليه؟ لأنه الأرواح الشريرة تهاب اسم يسوع الموجود في داخلك وتحترمه. عينك تلمع على العين سراج الجسد، ضوء. جيب لايت عالي جدا وخليه في عين أي إنسان راح يسكر عينه. نفس الشيء لما عينك فيها نور المسيح، راح تكون ضوء قوي في عين الشيطان، فالشيطان ما بيقدر ينظر لهذا النور الطالع منك، فينحني، يغير رأسه، يغير عينه، يغمض عينه، يلف وشه، يغطي رأسه. ما بده عشرات المرات في الخدمة الفردية، في المواجهات، يجوا الناس قدامي يقول لي أعطيني هذه المخدة الوسادة، وشو تعمل فيها؟ يقول لي بدي أغطي وشي، ما بدي أشوفك.
يغطي وشي، يركضون بقاعة التحرير، يركض على فوق الصوفيات، فوق تحت، يهرب ويحاول يختبئ خلف الناس. ليه؟ لأنه ما بيقدر ينظر إليك. ليه؟ لأنه روح شريرة. الأرواح الشريرة أول خطوة انظر في عين الشخص، قدر ينظر في عينك، فاتح عينه مع عينك، مركز على عينك، غير طريقة إخراجك للشياطين. هذا مصاب بأمراض نفسية. تجد الشخص ينظر إليك وأنت تصلي ولا يتحرك فيه شيء، ومن الممكن حتى أن يهاجمك جسديا. انتبه على هذا التعليم لأنه هام جدا، لأنه سمعت بعض الخدام يقولوا بدون رب يبارك كل الموجودين، طبعا بحترم الكل، يقول الشيطان أو لا يمكن أن يهاجمني. صح، الشيطان لا يقدر أن يهاجم مؤمن في وقت الخدمة. إمتى يهاجم الشيطان المؤمن؟ لما يكون في حالة نفسية، يحرك الحالة النفسية جوات هذا الإنسان. فالإنسان اللي عنده حالة نفسية هو اللي يهجم تحت قيادة الشيطان، يهاجمك جسديا، والشياطين كذلك تهاجمك، ولكنها تستخدم الأمراض العقلية في الأشخاص لكي تهاجمك، وليست هي من تقوم بالفعل. كثيرين من المحررين تهاجمهم الناس المسكونة، وهم يظنون أن الشياطين هي التي تهاجمهم، ولكن الهجوم هذا يأتي نتيجة أمراض نفسية يستغلها الشيطان. واحد عنده كآبة، فالشيطان داخله شو يعمل؟ يهيجوا عليك، قادر ينظر بعينك فيقوم يهاجمك. اللي عنده مثلا، خلينا نقول شارب مخدرات، او اللي يسكر سكران، جيت انت تعاملت مع الشيطان، شو يعمل الشيطان؟ يحرك الرجل، زي ما حصل في اعمال 19 لما حصل مع اولاد سكاول الكاهن، كانوا 6 أو 7 افتكر، وقفوا قدام انسان وقال لهم هذا الروح اللي فيه، قال لهم يسوع أنا أعرفه، بولس أنا أعلمه، أما أنتم فمن أين؟ يرجع يكمل، قال فوثب عليهم الإنسان الذي فيه الروح النجس، الإنسان وليس الشيطان، وليست هي من تقوم بالفعل. كثير من المحررين تهاجمهم الناس المسكونة، وهم يظنون أن الشياطين هي التي تهاجمهم، ولكن الهجوم هذا يأتي نتيجة أمراض نفسية يستغلها الشيطان. لذلك يجب أن توقف المعركة. بس شفت المعركة أصبحت بالأيادي، أعرف أنه الشيطان بدأ يتدخل، الشيطان استغل الحالة النفسية لهذا الإنسان. في هذه الحالة وتتعامل مع الأمراض النفسية، تربط الشيطان بعيد عن العقل، لازم تفصل الشيطان حتى لا يأثر على عقل هذا الإنسان من خلال كلمة الرب. يجب أن تتعامل مع الجرح أولاً ويشفى، وقبل أن تتعامل مع الشياطين، خصوصاً في حالة الأمراض الانفصام الشخصية، أي الشخصية المزدوجة، إن لم تتعامل مع الجرح أولاً سوف تحتاج ساعات طويلة للتحرير، ولن تصل لشيء. واحد من الجلسات يمكن أن تأخذ 8 ساعات والنتيجة لا تتغير. طيب، نجي على النقطة الثانية. فهمنا عن انفصام الشخصية، وفهمنا عن معرفتك، لازم تكون معرفتك وإدراكك واعي في هذا الموضوع. النقطة الثانية أو العلامة الثانية اللي من خلالها تعرف تفرق ما بين الشياطين أو الحالة النفسية، الشياطين لا يريدون أي شيء يخص يسوع، أي شيء يخص يسوع الشياطين ترفض. يعني مثل إيش؟ يعني يمنعك تصلي، يمنعك تذهب للكنيسة، يمنعك تصوم، يمنعك تقوم بالتسبيح، يمنعك تقوم بأي فعالية فيها تعبد المسيح، يمنعك أنك تمارس إيمانك. هذا مين؟ هذا الشيطان. طيب الأمراض النفسية، تلاقي العكس، تلاقي هذا الإنسان متدين، يذهب للكنيسة، يأخذ الخبز المائدة أو القربان، يلتزم بالحضور، ممكن يدفع حتى عشوره، وهو بنفس الوقت مريض نفسيا. هذه الطريقة تفرق، هذا يمنعك، هذا يخليك تروح. ليه؟ لأنه مش شيطان، عقل، دين، روح الدين. كنت بصلي مع واحدة من 25 سنة، كانت أول واحدة تتقدم حتى تأخذ المائدة، أول واحدة، يعني منتظر القسيس أبونا بس يقول، بس ينزل من جنب المذبح حتى يعطي القربان. كانت كأنه حدا
عامل ناصبها هيك، تروح دايركت اول وحده تاخذ القربان وتاكله وتطلع جري. في يوم من الايام انتبهت عليها، وبنفس اليوم زرتها بالبيت، نفس اليوم زرتها بالبيت، قلت لها طب انت دخلتي اخذتي القربان وصليتي وصليتي كل الورديه وعملتي وعملتي وعملتي، طب شو مالك؟ قالت لي مش عارفه شو مالي، انا هيك وضعي وشكلي ومش مقبوله ومرفوضه. وبديت اصلي معها، عملت شفاء للنفس وطلع كميه من الشياطين، حتى حيوانات او ارواح حيوانات طلعت موجوده بداخلها. مش عارف في ناس معش قادرة تدخل. طيب كمل درسنا لأنه مش هقدر أرد. النقطة الثالثة، الشياطين تتحدث بطريقة منطقية أو أسلوب واضح. يعني لما الشيطان يكون موجود يحدثك بطريقة منطقية وأسلوب واضح. طب اللي ملبوس، اللي عنده مشكلة عقلية، أما ما يحدث في الأشخاص غير المعالجين أو المصابين بانفصام الشخصية أو عندهم مشاكل، كلام ليس له معنى فارغ، يقفز بسرعة بين المواضيع ويجيب لك مواضيع غير ذات صلة. أنت تسأل في شيء وهو يرد عليك في موضوع ليس له علاقة بسؤالك أبداً. كيف أميز؟ الشيطان يكلمني بوضوح بأن عشرات الأجيال بيقول لنا كل شيء. مش عارف في أخوة عم يتصلوا فيها على الخاص، مش بعد ما بدي أرد، لكنه الأخت هبة لو حدا يقدر يتواصل معها، والأخ أيمن بس أرسلوا لهم الموقع. طيب فتلاقي هون لما يكون شخص عنده انفصام بالشخصية يختلف، تلاقي نط من مكان تسأله عن موضوع معين يرد عليك في موضوع آخر. هذا حصل معنا يوم أمس، كنت أسأل امرأة وأصلي معها، هل أنت خايفة؟ هل عندك إشي؟ عندك أي إظهارات؟ كان زوجها موجود معنا بالتحرير، التفتت على زوجها بشكل غريب وإحنا بنصلي معها. قالت له الزوجة إمتى حلق شعرك؟ إمتى حلق دقنك؟ وشك مش واضح قدامي. إحنا بأي مكان وهي بأي مكان، مباشرة لما تلاقي سؤالك في مكان ورد الآخر في مكان ثاني، أعرف أنه في مشكلة، أعرف أنه الموضوع اللي قدامك هو مرض عقلي. لما قلنا الزوجة أطلع من الأوضة خلينا معها، بدت تحكي أنا بكره زوجي، أنا مش بحب زوجي، أنا مش عارفة شو، بدت تطلع كل اللي جواتها مجروحة مغتصبة. ليه؟ من هو موجود صارت قسمين، قسم ما بدها تتكلم قدام زوجها، قسم الآخر تاه بمئة في المئة. فهيك تعرف هل عندها شياطين؟ نعم، لكنه ما نقدر نطلع دايركت على الشياطين ونطردها، وهي عندها مشكلة لازم تنحل أولاً، مشكلة في عقلها. هذه المشكلة كيف عرفناها؟ من خلال الردود اللي هي ردتها على الأسئلة اللي إحنا طرحناها. إحنا نسأل في شيء معين، هي تجاوبنا في شيء آخر بعيد ما له أي علاقة أو دخل في أي شيء من الأسئلة اللي إحنا سألناها فيها. لهذا السبب إحنا بهيك مكانات نتوقف نقول ستوب ستوب ستوب، مش راح نكمل. ليه مش راح تكمل؟ مش عيب انك مش راح تكمل، لا، تحتاج هذه الانسانه ناخذها على جنب، نجلس معها جلسات من الشفاء للنفس، وبعد هذه الجلسات نتعامل مع الارواح الشريره، الارواح الشريره نتعامل معها بالدرجه الثانيه وليست بالدرجه الاولى. نقطه رقم اربعه، كيف ايضا نفرق؟ انتبهوا على كلامي، المعرفه العاديه مقابل المعرفة الخارقة للطبيعة. الشياطين اللي شفناها بالعهد الجديد لما تكلم الرب يسوع معها يتحدثون من خلال الناس لنقل المعرفة أو المعلومات التي لو لم يقوموا بنقلها لكان من الصعب أن يعرفها الأفراد المسكونين بالأرواح. يعني مثلا أسأل الروح الشرير أديه بقالك هون، يحكي لي أنا بقالي هون من 300 جيل أو 300 سنة، كيف دخلت؟ عن طريق السحر. هل عملوا ذبائح دموية؟ أي عملوا ذبائح دموية؟ مين عم يعطيني هاي المعلومات؟ مش الإنسان، اللي يعطيني هاي المعلومات هو الروح الشريرة.
فلما أنا بشوف معلومات أو معرفة تتجاوز عمر المحرر، الشخص اللي أنا بحرره، وبعرف وبيقول لي عن أشياء نفسه اللي أنا بصلي معه هو مش عارفها، إذن أكتشف من هذه الكلمة أنه الشخص اللي أنا بتعامل معه أو الطريقة أو هذا الإنسان في اللي بيحكي معي هو الشيطان. طيب الأشخاص اللي لديهم الأمراض العقلية ليس لديهم مثل هذه القدرات على معرفة الحقائق التي لم يكتسبوها من خلال التعليم العادي. الشياطين يمكنها إعطائك تواريخ اللعنات، أسباب معرفة ومعرفة بالآيات الكتابية. كان الشيطان يقف قدام يسوع يقول له مكتوب مكتوب مكتوب، وكثير من الأمور في الماضي لا يمكن للإنسان أن يعرفها. لو أنت جبت على سؤال السؤال أدي بقالك وشفت ساكت، في لعنة ساكت، في ذبائح دموية مش عارف، في بالعائلة ناس تمارس السحر مش عارف، أعرف أنه هذا مشكلته نفسية. لو رد عليه إيه في سحر من جهة أمه، في لعنة من جهة الأب، في مش عارف شيء، رح تكتشف من خلال هذه المعرفة أنه هذا الشيطان وهذا حالة نفسية. خمسة، الظواهر الطبيعية مقابل الظواهر الخفية أو الغامضة. هناك جانب للنشاط الشيطاني مخيف ومفزع بعض الأوقات. انتبهوا على كلامي، مهم جدا في هذه النقطة. شو اللي يعمل الشيطان لما تكون أنت طالع مع أربع خمس أشخاص ما عندهم معرفة، أو تتحرر وسط عائلة الأم والأب والأخ والأخت والأولاد جالسين، كيف يتصرف الشيطان؟ يعمل خوف وسط العائلة حتى يوقف عملك، يصرخ بصوت عالي، يضرب، يكسر، يحاول بأي طريقة، يحاول أنه يفتح عيون الشخص، يرفعه عن الأرض، يعمل له غيبوبة، انقلاب للعيون، تخاطر. شوفوا يتكلم مع ناس وبلغة غريبة غير مفهومة، واللغة هذه أنت أصلاً مش عارفها وأهله مش عارفية ولا موجودة بالقاموس، وبعد شوية تلاقي يقول لك أنا شيطان، أعرف أنه هذه أرواح شريرة. الشيطان يأثر على الناس اللي معك حتى يخوف. لو أنت طالع مع أربعة خمسة ومليانين خوف، النتيجة فاشلة. ليه؟ لأن الشيطان قدر يفزع يخوف الناس اللي معك. لو أنت في كنيسة ونص الكنيسة ما تعرف شيء عن إخراج الشياطين، راح تلاقي الأساس يقول لك لا تعمل إخراج شياطين. ليه؟ لكن الناس تخاف، الناس تفزع، الناس ترتعب. الشيطان من يسمع هذه الكلمات يقول لك هذا 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 الأساس فاهم. ليه فاهم؟ شوف، عرف أنه أنا أقدر أخلي الناس مرعوبة، عرف هذا القسيس، تبطل خدمة التحرير في الكنيسة لأنه عارف هذا الموضوع. حصل كما يسكن هاي الكلمات؟ أكيد حصل. إذا لما يحصل أي شيء مع مرض انفصام الشخصية، يكون تأثير الاضطراب على الشخص المضطرب فقط، ما يأثر على ويفزع ويخوف ويرعب الناس اللي حوله، ما يسبب رعب. لازم أي كلمات هامة لازم تفكر فيها وأنت بتسمعني. لو أنت شعرت في الكنيسة أنه حدا بيقول لك في رعب، حدا بيقول لك أنا خايف أعمل تحرير، حدا قال لك وقف التحرير، حدا قال لك الناس، حدا قال لك الجمهور، أعرف أنه في روح خوف بسبب روح شريرة دخل إلى قلب الاجتماع وترك جوات الاجتماع أرواح خوف. ليه؟ خايفين على الناس لتجفل، ولو جفلت الناس راح توقف عن مجيئة للكنيسة، وبالتالي خلينا نوقف هذه الخدمة لأنه فيها خوف، فيها أشياء مخيفة. وبهي الطريقة الشيطان ينجح ويخلي الناس اللي عندهم أمراض نفسية على الأمراض النفسية، والناس اللي عندهم أمراض شيطانية في الأمراض الشيطانية، وأنت توعظ وتسبح هاي باي. ما بدي أحكي على الكنائس. طيب رقم سبعة، هذه نقطة أيضا مهمة، اسمعوني. الشياطين بالرغم أنه هي عندها البراود أو الافتخار أو الكبرياء، إلا أنه لما تكون في مكان في ناس عم تصلي تحاول تختبئ،
يعني ياما اجتماعات عبادة تدخل الناس وتطلع وهي مليانة أرواح شريرة. طب لو أنا جيت ادعيت أنه عندي شياطين، الشياطين ما تكشف نفسها لك. الشياطين، انتبه على كلامي، الشياطين تحب تشتغل بالسرية، تحب تشتغل بالخفاء، تحب تشتغل. لما أنت تجي كل شوي عندي شياطين صلوا لي، صلينا لك، طلعت رجعت طلعت رجعت طلعت رجعت طلعت رجعت كل شوي، وأثناء الصلاة لسه ما طلعت، أعرف أنك أنت عندك مشكلة عقلية. ليه؟ لأن الشياطين أصلا تعطيك نوع من الاقتناع أنه هي خرجت حتى أنت ترتاح وتضحك وتقوم. هي ما بدها تعرف إن ما بدها ما بدك ما بدها تاخذك أو تاخذها أنت للمحرر، كل شوي تظهر عليك وتاخذها للمحرر، ما بدها هذا الشيء فتختفي. فلازم تنتبه على هيك أشياء، لأن هيك أشياء ممكن كثير من الأوقات تكون سبب تعب إلك. أنا عندي شياطين صلوا لي صلوا لي صلوا لي، أنت عندك مرض عقلي تحتاج تتشافى منه، اسمه امتلاك شيطاني. بس أنت ما عندك امتلاك شيطان، أنت عم ترجع هاي الشياطين إلك. نقطة ثمانية أنا قلت عليها بالبداية، تأثير العلاج. تبعوا على كلامي، هل الشياطين تتأثر بالعلاجات البشرية؟ الجواب لا. لا. طب هل الشياطين تتأثر بالصلاة؟ الجواب نعم. إذا كانت الصلاة تحل المشكلة اللي أنت داخل فيها، فمن المحتمل أنها لم تكن انفصام بالشخصية بل أرواح شريرة. لازم تعرف لو المشكلة انحلت بالصلاة والإنسان تغير، ما في رجوع لأرواح شريرة وعاش حياته ومسك سلطانه وتلمذ وبقى إنسان قوي، الموضوع حله كان صلاة، هذه أرواح شريرة. طب لو كان الحل بالدواء، لو كان الحل بالدواء، دواء كان يساعد في تخفيف الحالة النفسية أو يساعد في تخفيف الأحلام المزعجة أو يساعد في الشفاء، أو مع الوقت صار حل من خلال الأدوية، ماذا يعني هذا؟ بكل بساطة يعني أنه هذا ليست حيازة شيطانية بل مشكلة عقلية، انفصام بالشخصية أو كآبة أو أي شيء آخر تم التغلب عليه من خلال الأدوية، صار استجابة. الشياطين لا تستجيب للأدوية. تبع على كلامي، هذا الكلام مهم جدا. هل خلصنا كيف تميز؟ بس احنا ما زلنا في السؤال الأول، ليش الشياطين ما عم تخرج؟ في عند شغلتين ثلاثة نشوفها. السبب الثاني لعدم خروج الشياطين أو لعدم مغادرة الشياطين، قلنا السبب الأول جهل المعلم أو جهل المحرر. السبب الثاني كونهم أرواح عنيدة قوية جدا وذو رتبة عالية، شياطين مختلفة، شياطين مختلفة، مش كل الشياطين عندهم نفس القوة، ولا كل الشياطين عندهم نفس الرتبة، ولا كل الشياطين لازم تتعامل معها بنفس الطريقة. لاحظ متى 12، إذا خرج الروح النجس، تكلم عن الشيطان، من الإنسان شو يعمل؟ هذا روح خرج، الآن عندنا روح شريرة ضعيفة خرجت تركت الإنسان، هذا اللي بيقول لي ليه بترجع الشياطين؟ يجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة. ليه يطلب راحة؟ لأنه تعذب أثناء الخروج بسبب قوة الخدمة، فبيطلب راحة ولا يجد. ثم يقول أرجع إلى بيتي، مين اللي قال؟ الروح الشريرة قال أرجع إلى بيتي الذي خرجت. هو بيتك ولا بيت الرب؟ المفروض يكون بيت المسيح، بيت الروح القدس، لكن لأنه لسات الروح القدس محل جوات هذا البيت، إذن هذا بيتي الذي خرجت منه. فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، تعرفين شو يعني هالكلمات. ثم يعمل إيش؟ ثم يذهب يتقوى، يذهب ويأخذ معه
7، مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، لازم تفهم. لما حصل تحرير أول مرة وخرجت الشياطين ورجعت، فالعدد الموجود قدامك الآن 8، 7 أرواح أخرى. أشر، أشر هون بمعنى أقوى منه. إذا في أرواح قوية وفي أرواح ضعيفة، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. لاحظ، يرجع نفس الروح اللي هو ترك ومعه 7 أشر منهم، أقوى منهم. العدد راح يكون النهائي 8 أرواح قوية. بعض الشياطين لديها رتبة أعلى وقوة وشر أكثر من شياطين أخرى، ليس كل الشياطين لديهم قوة متساوية. إذن لا تفشل إن واجهت مقاومة من الشياطين ما واجهت بالسابق، لأن مش كل خدمة متشابهة. في خدمة تلاقي الإنسان ضعيف ومنكسر لكن الشيطان اللي فيه قوي جدا، وفي واحد لا إله قوي وصداع الشيطان اللي فيه ضعيف جدا. يعتمد على حتى على شخصية الإنسان. تتعامل مع كل أنواع الشياطين قدام اسم يسوع، المعركة محسومة لصالحك بالمناسبة. لكن يجب أن تفهم أولاً أن الشياطين رتب قوية وثقيلة، لذلك تحتاج إلى الصبر لكي تضعفها وتطردها. لازم تضعف هذه الشياطين قبل أن تقوم بطردها. لاحظ لاجئون، لاجئون يعني فيلق، يعني 6000 روح شريرة. كان هناك الضعيفة والقوية، لا يوجد مشكلة قدام الرب يسوع في التعامل معه، ولكن المشكلة فينا إحنا، أنا وإنت. من جهة الوقت الرب يسوع ما استغرق تحريره يمكن دقيقة، لكن بالنسبة لي وإلك الموضوع مختلف، فقد تأخذ وقت أطول مما أخذه طردهم من قبل الرب، وقد نحتاج أن نعمل دروس تقوية للشخص ومتابعة لكي يكون تحريره كامل. واحد قال لك أنا عندي فيلق 6000 روح، يعني تخيل معي 6000 روح موجودة بإنسان، كيف تتعامل معها؟ هذا ما نفعله بالزوم على الخاص، طبعا انتم عارفين هذا الاشي. ندخل على السبب الثالث، ما بدي اطول اكثر، هو نقص في ايمان المحرر يجعل من الشياطين البقاء. هل المحرر اذا ايمانه ضعيف او قبل الايمان، هو شو اللي بيقوي الايمان؟ الكلمة. الكلمة لما تلهج بالكلمة نهار وليل يقوى ايمانك، لكن انت خارج بس بيدك كتاب مقدس وما عم تقرا فيه وما عم تستمتع فيه وما عم تشتغل فيه، ايمانك ضعيف. مش من عندي، هذا كتاب يقول متى 17 يقول: ثم تقدم التلاميذ الى يسوع على الانفراد وقالوا، سالوه: لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم ايمانكم. طب من شويه كنا فرحانين، الشياطين تخضع لنا باسمك، لانه في شياطين ضعيفه. ايمانك لساته ما وصل الى مستوى انك تتعامل مع الشياطين العنيده القويه، الملوك، الرياسات. احتاج ايمان قوي. فالحق اقول لكم، لو كان لكم ايمانا مثل حبه خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هذا من هنا والى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. واما هذا الجنس، اسمع، هذا الجنس، في جنس آخر ضعيف، أما هذا الجنس قوي عنيد مقاتل محارب، فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم. ليس لديك إيمان بقدرة المسيح. شو يعني ما عندي إيمان؟ شو يعني ما عندي إيمان؟ هاي نقطة يشتغل عليها إبليس دائما، هي ما عندك إيمان بقدرة المسيح على استخدامك لتحرير شخص ما. هاي مش شغلتي، يعني أنا مش دعوتي، التحرير مش دعوة، بس التحرير هو طلب إلهي. اذهبوا، اخرجوا، اشفوا، طلب إلهي، أوامر. مش دعوتك أنك تصلي إخراج شياطين. أنت بتفكر أنه ما عندك القدرة، معناته المسيح ما أعطاك القدرة على أنك تستخدم اسمه في إخراج شياطين. لذلك تحتاج بهاي المكان أشجعك، لا تشك في قدرة الله اللي منحها إلك
لأجل تحرير الآخرين. هذا هو الشغل اللي يشتغل عليه العدو. شككك أنا مين؟ أنا دعوتي مرنم، إيه بس لازم أتحرر. أنا دعوتي أعدل الكهرباء بالكنيسة، أو بس لازم أتحرر. أنا دعوتي أكتب على الفيسبوك، إيه بس لازم عندك معرفة بالتحرير. عدم الشك في قدرة الله التي منحها لك لأجل تحرير الآخرين، لأن الشياطين العنيدة تعمل ضد إيمانك لتختبره. وبعض الأوقات تلاقي نفسك وأنت تنتهر شياطين، الشخص المقابلك يضحك يسخر منك أو يتحداك من خلال كلمات أنت ما تقدر، أنت ما عندك دعوة، أو يجيك لا تقدر عليه، أو أنك لا تمتلك السلطان لطرده إلى الهاوية، هذا غير كتابي. يجي لك شوف قسوسان بيطرد الشياطين للهاوية غير كتابي، وأنت إذا طرد الشياطين للهاوية وكنت غير كتابي، يا ويلك ويا سواد ليلك. الهاوية أعدت للشياطين، الجحيم أعدت للشياطين، أعدت لإبليس وملائكته الساقطين. يخوفك، يخوفك لتكون مو كتابي، يخوفك. هذا اللي يعمل الشيطان، يقول لك انت ما عندك سلطان، يضحك عليك، يضحك بوجهك، يسخر منك ويختبر مقدار ايمانك. لو شافك استسلمت ورحت جريح وتاثرت، واو وش كيف، ولا كون غلطت، ولا رب سامحني، و ليكون جبت لعنة على نفسي، بس يشوفك أنت بهاي الصورة، عرف يدخل ويضرب إيمانك، لأنه إيمانك يبنى على أساس معايير الكلمة. كيف يعرف؟ يدخل عقلك؟ لا، مش محتاج يدخل عقلك، يشوف سلوكك، تعابير وجهك، نبرات صوتك، يشوفك مش حازم، مش واثق. قالك خلينا ننتظر شوي، يلا يمل، يلا يمل، وانت عم تنط من قسيس لقسيس وتسمع هذا يقول لك لا، وهذا يقول لك ايه، وهذا يقول لك لا، وهذا يقول لك لا. تسمع لحدا، روح مارس سلطانك، مارس سلطانك، لا تخاف. الشياطين مش راح تدخل عقلك، هو راح يقف قدامك ويشوف وشك. شوف كان شوي مبتسم وجاي مليان، هلا صلى مرة مرتين ثلاثة وما في استجابة، قام جواته يسمع صوت مش رح يخرج. سيبه، لا يعذر، اهرب من الموضوع، اترك المكان. شافك مش حازم، قام يضحك، ضحكت معاه، ممكن تضحك عليه بس مش تضحك معاه. بعض الأوقات أنا أضحك على ضحك الأرواح الشريرة، ليه؟ أضحك عليها بسخرية، أسخر منها. مش رح تخرج الأرواح لو شاف الشيطان عليك أنك أنت شكوك ومو دعوتك. لا تشك في قوة الله لك في التحرير، لأن الشياطين سوف تقول أنه غير واثق ومتأكد من سلطانه. فلنصبر، نتحمل شوي، كم ضربة ناكلنا، كم كف، وبعدين راح يوقف وراح يمشي، ورح نجي بقوة أكثر. السبب الرابع مهم جدا، هو ضعف مسيرتك الروحية، ضعف علاقتك مع الرب، حياتك الروحية ضعيفة. يعني شو حياة الروحية ضعيفة؟ لازم ترد الرب، تعيش بطهارة، قداسة. شو يعني؟ اسمعني، كتاب يقول بدون قداسة لن يرى أحد الرب، صح؟ صح. إذا أنا مش عايش بقداسة، كيف راح أطلع الشياطين؟ إذا أنا ما عندي روح القداسة، كيف راح أتقابل مع الرب؟ بساطة جدا، إذا أنا مش راضي الرب، ماسك عشوري وماسك في سيرة الناس وماسك في فلان وعلان، وبدي أطلع شياطين وكاسر وصايا الرب. إذا أنا ما بكرم الرب، إذا أنا ما أخذ المجد إلي، إذا أنا ما بطيع، إذا أنا مش قادر أثق بالرب، إذا أنا كل شوي في شك، إذا أنا مش قادر أصوم، إذا أنا مش قادر أصلي، إذا أنا مش قادر أعيش حياة مليئة، كيف رح أقدر أواجه الأرواح العنيدة؟ كتاب اللي قرينا من شوية من متى 17 عدد 21، أما هذا الجنس، هذا النوع
العنيد من الأرواح الشريرة فلا يخرج إلا بالصوم بالصلاة والصوم. ما بيخرج إلا بالصلاة والصوم، وأنا قاضيها. لاحظوا الفرق بين الرب يسوع والتلاميذ، أنه كان يقضي الليل كله على الجبل. شو يعمل على بالليل؟ بالصلاة، وهو صائم أيضا. يعني ما طلع معه أكل من المدينة وطلع فوق على الجبل يأكل، مثل ما إحنا نعمل طالعين للضيعة نأخذ كل الأكل وأطيب أكل ونطلع فوق نأكل. هو ما كان هيك، هو طالع يصلي وصوم أيضا. بينما التلاميذ استطاعوا على أرواح ضعيفة خرجت بسهولة، ولكن عندما جلبوا لهم هذا الصبي المقيد بروح قوي فشلوا، وكان السبب عدم إيمانهم، ضعف العلاقة الروحية مع الرب. ليس هدفي أن أضع عليك اللوم، ولكن أن نلاحظ أني لاحظت المزيد، إن لاحظت المزيد في فشل خدمة التحرير. انتبه على كلامي، إذا كل ما تصلي يحصل رجوع للأرواح الشريرة، يحصل إشي معين من هذه الأشياء، إذا في إشي غلط، هو في فشل في الخدمة. إذا يجب أن ترجع لتقوي حياتك الروحية مع الرب أولا. لا تظل تستمر تطرد شياطين والشياطين ترجع. حياتك الروحية فيها خلل، ما عم ترضي الرب. قبل أن يبدأ خدمته وينال قوة الروح القدس، في لوقا 4 مكتوب عن يسوع صام 40 يوما في البرية. لما صام 40 يوما بالبرية، أول ما نزل من البرية ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين، ورجع يسوع مش بقيادة الروح. تبعوا على كلامي، مش مثل ما قال والروح أخذه إلى البرية، لا، ورجع يسوع هاي المرة بقوة الروح. بالصوم أخذ قوة الروح وليس قيادة الروح. الروح اقتاده للبرية 40 يوم يجرب من إبليس. بعد ما جرب نزل من الجبل، نزل مش بقيادة الروح، نزل بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكرة المحيطة. كان يسوع يأكل فقط عندما يكون تحت الجبل وليس فوق الجبل. الجبل يعني الخدمة، جبل الاجتماع. لما تكون بالخدمة، لما تكون داخل الخدمة، لازم تعد نفسك روحيا نفسيا، صوم صلاة المسحة قوة الحضور الإلهي على حياتك، لازم تكون مستعد حتى أنت تتواجه مع الأرواح الشريرة. يعني الشيطان ينظر إليك، شوف أنت مستواك أي مستوى. طيب، شو الأسئلة التي يجب أن نسألها قبل بدء بجلسة التحرير؟ هل في أسئلة لازم أسألها؟ طبعا في أسئلة لازم نسألها زي ما حكينا. طبعا في أسئلة كثير من جهة الاسم، العمر، الحالة الزوجية، الأولاد، أسماء الأولاد، لكن هذه تخص الدرس. في مجموعة أسئلة أيضا لازم تخليها قدامك لما أنت تبتدي تحرر. أول سؤال، هل تتعاطى أي نوع من الأدوية العقلية؟ تاخذ دول الكآبة؟ دول الفرح؟ اي دول الضحك؟ اي دول بس يقول لك اي باخذ اهلي ودوني. وقف تحرير، ادخل على الحالة النفسية وتعامل معها. كآبة، فصام شخصي، الى ان تزول كل السموم الموجودة بالجسد من المخدرات، هاك الوقت ابتدي تعامل. متى؟ شوف اول اشي تتعاطى اي متى؟ متى تعاطيت آخر جرعة أو آخر جرعة الدواء؟ لو أنت سمعت تعاطاها قبل الخدمة، وقف، لا تكمل. هل فيها أي سايد افكت درجة؟ نعم فيها سايد افكت، لا تكمل، لأن ممكن يكون تعمل تشنجات، ممكن يكون تعمل أوجاع، ممكن يكون تعمل تقيؤ، وممكن حتى الإنسان لو أخذ جرعة زيادة يموت بإيدك وأنت فاكر مات من التحرير، هو مات من الأدوية. انتبه، أنا عم بعطيك تعليم حتى تنتبه. يجب أن نقول للشخص أنه يمكن أن نأخذ معك عدة جلسات. لا تخجل إذا من أول جلسة الأمور ما مشيت تمام، لأن شفاء النفس يحتاج ما بين 5 إلى 7 جلسات. هي مش حيسيرة حياة. تحرير يحتاج جلسة أو 2 ماكسيمم، لكن شفاء النفس يحتاج، شفاء العقل يحتاج إلى هذا الموضوع. يشفى يتحرر. لا تصاب بالإحباط إن لم تخرج الشياطين من أول مرة وتقول أنا السبب لكوني لم أخذ وقت بالصوم فهي لا تطيعني.
أنت تتعامل مع العقل وليس مع الأرواح، وطبيعة الله يمكنها أن تتعامل مع الاثنين 100%، ولكن يجب أن تعمل بشكل مرتب. يعني ممكن في جلسة يحصل شفاء للنفس ويحصل تحريض، ممكن في جلسة واحدة يحصل تخلي عن ذكريات قديمة، تخلي عن أمور قديمة، وبنفس الوقت يحصل تحرير. ليه؟ لأن طبيعة اسم يسوع، طبيعة قدرة الله للتحرير والشفاء ممكن تتدفق في وقت واحد، وهذا هام جدا. نقطة أخرى، هل تؤمن من كل قلبك؟ هذا السؤال لازم توجهه للشخص اللي أنت راح تصلي معاه، ممكن يكون مسلم، ممكن يكون بوذي، ممكن يكون يهودي، هل تؤمن من قلبك أن المسيح قادر أن يحررك ويساعدك، وأنك سوف تلتزم معه بعد التحرير من كل قلبك وترجع عن طرق؟ لازم تخلي بنود للخطوة بعدها. هل مستعد أن تقضي يومين أو أكثر من الصوم والصلاة لأجل تحريرك؟ لما تشوف حالته النفسية عملت معها والروح اللي عنده عانيت، قلت تعال شو رأيك لو صمنا يومين أنا وأنت وبعدين صلينا؟ هذا كثير راح يساعدك. ليه؟ لأنك راح تضعف الروح، تضعف الروح الشريرة، الصوم يضعف الروح الشريرة. لو في حياته مخدرات، قل له هل مستعد ترضي الرب؟ هل مستعد تعيش في طهارة؟ هل مستعد تخلي ثقتك في لازم الأول تبني العقل، لا تركض لي على الشياطين، ابني العقل أولا، ابني إيمانه، كبر إيمانه. لما يكبر إيمانه رح يستسلم في إيد الرب، لما يستسلم في إيد الرب رح